السلام عليكم، نحن الآن في جزيرة بالي منطقة سمنيات، نصور لكم فندق كارياد أوتيل. طبعا هذا الفندق قريب من ستاربكس والمول. هذه هي غرفة من نوع فاملي، تأتي بسرير دبل والسرير منفصل توين. هذا هو صانع القهوة، مكتب. هنا الشاشة إطلالتها على المدينة. طبعا هذه في الأدوار السفلية، الغرف اللي في الأدوار العليا في إطلالتها على المدينة، تكون إطلالتها أجمل من هذه الإطلالة. ثلاجة والخزان والدولاب، هنا دورة المياه. جميع الغرف تحتوي على شطاف في هذا الفندق. هنا البانيو، غرفة عائلية، شركة المحيط للسياحة والسفر. أفضل الأوقات لزيارة ماليزيا. يعتبر الجو في ماليزيا من أهم الأسباب التي تجذب الآلاف من السياح والزوار.